اهلا بحضراتكم من جديد، ويمكن زي ما وعدناكم دي الفقره اللي هيبقى فيها يعني امور كتيره تخص تنميه المواهب للناشئين، ويمكن اكتشاف المواهب وتنميتها والتوجيه والتوجه الصحيح للرياضه او التوجيه الصحيح للرياضه اللي تناسب الطفل، والرعايه كمان الكامله للمواهب للوصول الى البطولات اصبح علم وصناعه. زي ما قلت لحضراتكم انا بس كاتب الكلمتين دول لان الموضوع ده بقى علم وصناعه. في الاول لازم ارحب بضيوفي عشان نبتدي معاهم الحوار، المنورين الحقيقه في الاستوديو. برحب طبعا بدكتور محمد زغلول، رئيس مجلس اداره مؤسسه امستردام كلينيك والمسؤول عن تنفيذ برنامج فاندس مع النادي الاهلي. اهلا بك دكتور. اهلا بك يا كابتن، واهلا بالساده المشاهدين. منورنا في قناتك. لا ده منور بحضرتك وشكرا على الدعوه الجميله دي. برحب طبعا بضيفي ساتيا ديمبور، طبعا اخصائي اكتشاف المواهب وتنميتها. اهلا بحضرتك. Thank you very much. أشكرك شكرا جزيلا، وأنا مسرور لأكون معكم اليوم. يمكن هبتدي بقى حواري مع دكتور محمد. دكتور، يمكن هولندا من الكلام ده قلته في البداية أو في الانترو، إن هولندا من الدول المتميزة في الرياضة بالرغم من عدد سكانها 17 مليون و200 ألف يمكن تقريبا. حدثنا عن التجربة الهولندية وإزاي بيتم اكتشاف المواهب دكتور. طبعا زي ما تفضلت كابتن من شوية، قلت هولندا دولة صغيرة مساحة وعددا مقارنة حتى بالدول الأوروبية، أصغر من ألمانيا وأصغر من فرنسا 17.8 وما زادوا شوية. طب كويس، حلو وش حلو عليك. التجربة الهولندية على الرغم أنها دولة صغيرة عندها عدد من النجاحات اللي هي تفسيرها الحل الوحيد أن هي مبنية على أساس علمي. طبعا بجانب أن الجانب الرياضي بالنسبة لنا مهم جدا، وده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، النجاحات بتاعتها في الجانب الرياضي. هولندا سابع دولة على العالم في الأولمبياد. هولندا من 1912 لحد دلوقتي حققت 430 ميداليه على في سواد الاولمبيات الصيفيه. 430 ميداليه اولمبيه، رقم ضخم، رقم كبير جدا على دوله صغيره بال 17 مليون دول. 5-6 ميداليات فقط. احنا مصر تقريبا 38 ميداليه. 38 ميداليه. من 1912 لحد دلوقتي. حضرتك بتتكلم بالظبط. في المده دي كلها احنا تقريبا حاجه و30، هم كانوا في 430 ميداليه. طبعا ده رقم كبير جدا. ال 10 سنين اللي فاتوا مثلا هولندا كانت السابع على العالم في اولمبياد طوكيو، كانت قبل فرنسا وقبل المانيا وقبل انجلترا. طب قصه النجاح ديت مش بس كده، كمان في حاجه مهمه جدا كمان برضو اعتقد، طالما احنا بنتكلم على الرياضه وبنتكلم على الاطفال، الطفل الهولندي طبقا للقياس بتاع اليونيسيف للامم المتحده اسعد طفل في العالم فعلا. فاحنا النهارده بنتكلم على سعاده الطفل، وبنتكلم على تحقيق التميز الرياضي، الكومبينيشن الجميل ده اعتقد احنا كمان نقدر نحقق الكومبينيشن ده الاثنين دولت. طيب سعاده الطفل ده طبعا جايه من الرعايه الكامله للطفل. سواء كانت الرعاية البدنية أو الرعاية الطبية، لأنها لازم تكون منظومة كاملة، والتغذية كمان، والتغذية أكيد طبعاً أكيد، والمنتل، كل الأمور ديت. الطفل محطوط سنترال لاهتمامات الدولة. طيب القصة ديت أو قصة النجاح ديت بدأت من زمان، ولكن الدولة حبت تحط الأساس العلمي عشان استكمال قصة النجاح ديت. ففي 2005 الدولة مولت دراسة بسؤالين مهمين جداً. السؤال الأولاني هو البطل ليه بطل؟ ده أول واحد. ورقم اتنين، أنا متوسط الشعب الهولندي للرجالة 81 سنة، والسيدات 83 شوية أو 84 سنة، بالإضافة سن المعاش في هولندا 67 سنة. فأنا عايز الشعب بتاعي يكون منتج لحد العمر ده، فإزاي أحافظ على صحة شعبي وفي نفس الوقت أحافظ على البوزيشن بتاعي في الأولمبياد. طيب من المنطلق ده الدراسة دي تم تنفيذها من 2005 ل 2009، و مخرجات هذه الدراسة ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، اللي هو الطريق للبطولات ما هواش صدفة. صحيح. ولا هواش مفاجأة. صحيح. ففي عناصر وتولز، أدوات لابد أنك أنت توفرها النهاردة عشان تقدر تحقق البطولات ديت، وده اللي النهاردة هنحاول نشرحه. عشان طبعا أنا شايف فيه تغير في الثقافة في مصر، واهتمام الدولة بالرياضة. صحيح. اهتمام الأندية بالرياضة. الرياضة النهاردة أصبحت صناعة، والدول بتتنافس عليها كمان مش بس الأندية. صحيح. فبقت مجال للتميز في الدول، وكمان مجال كمان للأولياء الأمور إن هم يشجعوا أولادهم النهاردة. ولكن أحيانا ممكن التشجيع ده ما يؤديش النتائج اللي احنا عايزينها. صحيح. احنا عايزين النهاردة بالتعاون مع النادي الأهلي إزاي التشجيع والجو العام النهاردة ده اللي بيحبز وبيشجع الولاد على ممارسة الرياضة، إن هو في الآخر
يحقق لنا البطولات اللي احنا عايزينها. فوجودنا ان شاء الله رب العالمين من خلال التعاون مع النادي الاهلي والشراكه مع النادي الاهلي ان احنا ننقل التجربه ديت ويبقى عندنا كمان سكسس ستوري في مصر، لان مصر فيها 100 مليون وشويه. احنا عندنا في مصر في السن الصغير اللي احنا بنتكلم فيه تحت 18 سنه 41 مليون طفل، عندنا من 4 ل 14 سنه بالظبط كده. ففي امكانيات من ناحيه العنصر البشري، ولكن كمان في بنيه تحتيه. النهارده مصر بتتميز ببنيه تحتيه، السطب بتاع الانديه اللي موجود في مصر ده سطب يونيك. ليه يونيك؟ لانك انت النهارده في مكان واحد عندك امكانيه ان الطفل يلعب اكتر من رياضه في نفس المكان، وان هو سويتش من رياضه لرياضه. الامكانيات ديت وعندك مدربين، فانت عندك كل العناصر اللي ممكن تنجحك. ولكن السؤال بقى محتاجين ايه عشان ندعم ده ونقدر نحقق ده؟ هو ده اللي النهارده ان شاء الله. واحنا ان شاء الله هاجي لحضرتك بقى بالتفصيل أكيد. محتاجين ايه؟ وهنروح لمستر ساتيا، يمكن محتاج حضرتك اخصائي طبعا في يعني اكتشاف المواهب وتنميتها. طيب ايه الخصائص او المهمه للموهبه واللي ينطبق على كده في كل الرياضات؟ يعني الحاجه مش بس رياضه بعينها، بيبقى فيه خصائص مهمه تنطبق على الموهبه يقدر يطبقها في اي رياضه. ايه هي؟ ايه اهم الخصائص؟ Yes, well, first it's very important to اولا من المهم جدا اولا ما معنى الموهبه. الموهبه هي ان شخص لديه القدره على التنافس مع اقرانه ويستطيع ان يتفوق عليهم. وهناك ايضا شيء اهم اكثر، كيف يمكن ان يؤدي في المستقبل. لديه الامكانيات ولديه القدره على تقديم ذلك وان يكون افضل من اقرنائه في المستقبل. كلمه الاستعداد هذا مهم جدا لانها تقدم الى المستقبل، هي مقدمه للمستقبل. نحن لا نعرف ما الذي يمكن أن يحدث غدا أو في المستقبل أو بعد شهرين، ولكن لهذا من المهم، وربما يكون أمر معقد، ولكن لا يجب أن نقيم الطفل في مستوى معين في لعبة معينة. ولكن في السن الصغير نحن نود أكثر أن نرى أو ننظر في 3 عناصر. الأول الأمور المتعلقة بالأداء البدني والمعدلات النمو الذهني ايضا، وايضا قدرتهم على التاقلم. ساشرح كل عنصر على حده. كما قلت الشرط الاول هو الجزء البدني الخاص بالطفل. تحت سن 12 من المهم جدا ان ننمي معدلات النمو الذهني، وان حتى يستطيع الطفل ان يتعامل مع جسده، وهذا يتضمن اشياء مثل المرونه، التوازن، التأقلم بشكل عام. وهذه الأمور مهمة حتى يستطيع تحسينها في المستقبل، وهي مهمة حتى نستطيع اكتشاف المواهب، حتى نستطيع وأيضا نرى المعدلات الذهنية. كما قلت الأمور الأكثر أهمية في السن الصغير هذه تتضمن كما قلت معدلات النمو الذهني، وأنه عندما تضع أهداف مستقبلية يمكن أن تصل إلى هذه الأهداف. إذا أمنت بهذه النقطة فهذه من الأدوات المهمة جدا في اكتشاف المواهب. وهناك أيضا الحافز، كيف يمكن أن تضع لنفسك حافز وتعمل جاهدا. وهناك أيضا كما قلت العنصر الثالث التأقلم، والقدرة على التأقلم معناها أن عندما يتخطى إلى الجزء الأعلى فيستطيع أن يتأقلم مع كافة الفئات التي يتمرن معها، وكل ما تتقدم يكون هناك تأقلم مع المجموعات المختلفة. وهذه العناصر الثلاث الأكثر أهمية عندما ننظر إلى اكتشاف المواهب، هذه الخصائص الأهم. أشكرك الحقيقة، يعني أنت شرحت الموضوع بشكل جيد جدا وشكل مختصر، يعني الحقيقة يبقى سهل حتى السادة المشاهدين يعني يفهموا فعلا أهم الخصائص. الموضوع علم، الموضوع كبير، الموضوع مش صغير. يا دكتور يمكن أجي لحضرتك، يعني النادي الأهلي أكيد مؤسسة جاذبة للمواهب وجاذبة ودايما تسعى لتطوير الدائم.
يعني اهميه التعاون بين النادي الاهلي وشركه طبعا او يعني مؤسسه كلينيك والبرنامج فاندز ده اهميته ايه؟ يعني اهميه التعاون ده ممكن يثمر عن ايه؟ طبعا احنا طبعا سعداء جدا بالتعاون مع النادي الاهلي. للي حضرتك بتقول النادي الاهلي مش بس صاحب بطولات ودايما بيسعى الى المزيد من البطولات، ولكن النادي الاهلي دايما كمان كمؤسسه سباق في التطوير، ودايما سباق في جلب الخبرات الدوليه عشان دايما يطور ويوفر الاحسن دايما. طبعا فده بالنسبه لنا طبعا ده عنصر مهم جدا لانجاح المنظومه ديت، لانك انت عايز المنظومه ديت محتاج مؤسسه تعرف تطبقها فيها بالشكل الصحيح، والمؤسسه ديت تستجيب لده، لان ما هوش عنصر واحد صحيح. ده انت عايز معاك اداره، عايز معاك فنيين وإدارة تنفيذية وعايز إدارة تنفيذية صحيح. وعايز أباء وعايز ناشئين، فأنت عايز عناصر كتير جدا عشان تنجح النادي الأهلي. طبعا مش بس على مستوى مصر، على مستوى مصر والدول الإفريقية والعربية سباق في ده ومتوفر فيه العناصر ده، وحقيقي طموحه دايما ما بيقفش، يعني دايما عايز المزيد. فدي حاجة طبعا مشجعة جدا إنك تكون موجود في مكان زي ده، ودايما كل ما بتقعد مع كل ليفل في النادي مش بس بتشوف حماس الناس، ولكن كمان بتشوف روح الفريق اللي موجوده في النادي دايما، ودايما كل واحد في مكانه عايز الاحسن. فالعنصر ده مهم، لان انت ممكن تكون عندك العلم والمعرفه ولكن ما تلاقيش الارض الخصبه اللي تستقبلها صحيح. فده مهم جدا، فكان اختيارنا للنادي الاهلي في الاساس على هذا الشكل. وحضرتك متحمس لده يا دكتور؟ يعني حضرتك شايف ان ده حاجه خطوه، او شايف ان ده يعني ماشيين في الطريق الصح، يعني وممكن نكمل ثمار من الموضوع ده قريب؟ النادي الاهلي عنده قاعده عريضه جدا، قاعده عريضه من الاطفال والناشئين، دي ميزه مش متوفره في اماكن كتير. طيب انت حضرتك بتقول دلوقتي على وقت قصير، انت حضرتك في خلال 6 شهور ان شاء الله وفي خلال سنه هتشوف تغير، وبذره المجهود اللي احنا بنبذله ده النهارده مع اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه ومديرين المشروع والمعنيين، لا حضرتك هنشوف نتيجه تانية خالص مختلفه تماما، لان في هناك تعطش لتطبيق التجربه ديت، وفي تعطش حسيت ده جدا بالورش يعني. الورك شوبس اللي حضرتك عملتها وانا شايفها والمعرض على الساده المشاهدين شفت من المدربين واولياء الامور واللعيبه، شفت تعطش للتجربه نفسها. يعني تعرف حضرتك انا كنت قبل ما اعرض اصلا المشروع على المدربين كنت بسالهم انتوا جايين منتظرين مني ايه قبل ما اقول اي حاجه. حلو. وكتبت اللي هم عايزينه. قال لك انا عايز اعرف ازاي البطل بيكون بطل، قال لك ازاي انا عارف ازاي بيتاسس، قال لك انا عارف عايز اعرف ازاي الولد يختار الرياضه المناسبه، عايز اعرف هو الولد دي الرياضه مناسبه ولا لا. قلت لهم هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه. فدي حاجه طبعا لما تسمع ده وكنا بنتكلم مع 3 ألعاب مختلفه والاجابات بنسبه 80% متشابهه، فلما تسمع ده من الفنيين ورغبتهم في التطوير، لا بتقول لا انت النهارده عايز تشتغل امبارح مش النهارده. طيب وبالجانب طبعا يعني دي برضو نقطه مهمه جدا ان احنا نشير ليها، النادي الاهلي دايما وده يعني سمعته اكتر من مره ومن الكابتن الخطيب ومن مجلس الاداره من ناس كتير بتقولها دايما، احنا علينا واجب وطني تجاه بلدنا صحيح. ان احنا النهارده المكان المؤهل ان هو يطلع ابطال يمثلوا النادي الاهلي ويمثلوا منتخبات مصر ويشرفوا بلدهم. فالجانب الوطني ده لما يكون الروح ديت كمان موجوده عند نادي، ان هو النادي مش منغلق على نفسه. وحتى لما جينا كنا نتكلم كمان في اطار التعاون قال لك لا احنا عايزين شراكه، ومش عايزين شراكه لينا، يعني ما كانش في حته ان احنا عايزينها لينا، انا عايز انشرها في مصر كلها، وعايز انقلها للمحافظات، انا عندي اكاديميات وعندي انديه اخرى نقدر ان احنا ننقل التجربه دي ليها. فحته ان هي معلش الانانيه ديت لا ما كانتش موجوده خالص تماما، وحب نقل المعرفه ديت وان احنا نطبق التجربه ديت على ارضنا عشان ننقلها للاخرين وننقلها كمان بعد كده خارج مصر، دي حاجه طبعا مشجعه جدا. هي رساله يعني النادي الاهلي قايم برساله هنا مع حضرتك انه شايف ان دي مصر محتاجه للدايركشن ده في اتجاه العلم. مظبوط. فده طبعا يعني العناصر ديت انت عشان تنجح اي حاجه في الدنيا لازم تكون العناصر ديت، واهم عنصر العنصر البشري اللي انت تشتغل معاه. مش بس انك انت عندك صالات رياضيه وبنيه تحتيه ممتازه وافرع وحاجات جميله، كل ده ممتاز جدا طبعا. ولكن العنصر البشري اللي احنا شغالين عشانه ده موجود. فده حقيقي طبعا في كل نقاشاتنا، ودايما كل ما بتقعد في نقاش بيطلع لك فكره جديده صحيح. وبيخليك دايما انت عايز الاحسن وعايز تطور
وعايز يعني انت بتحس ان هم ما بتسيبهم اسبوع ما بتشوفهمش بتلاقي في حاجه جديده، دايما في جديد كل اسبوع. يعني بقول لهم انتوا بتجيبوا منين كل الوقت ده؟ فطبعا احنا سعداء جدا طبعا بالشراكه ديت مع النادي الاهلي، وسعداء جدا بفريق العمل اللي موجود في النادي الاهلي، وكل واحد في مكانه متخصص في مكانه. احنا اللي سعداء بيكم يا دكتور، ميزه جدا عظيمه، وسعداء بالحماس اللي حضرتك بتتكلم بيه والرغبه. احنا سعداء ان حد من يعني ابن مصر وعايز ينقل تجربته اللي هو عايشها في بلد تقدمت او سبقتنا في حاجه ننقلها لبلده، دي حاجه تسعدني وحاجه انا الحقيقه فخور بيها جدا. فسعيد بيك جدا يا دكتور. ده طبعا ده واجبنا، واجبنا تجاه بلادنا وناسنا، ده واجب، مش ما احناش بنعمل ده، واجب لازم نأديه. وان شاء الله هتنجح، وان شاء الله رب العالمين اكيد باذن الله هننجح كلنا باذن الله. طب هاجي تاني يعني مستر ساتي، يعني هاجي لك في الحوار. التدريب عنصر اساسي من عناصر اللعبه، اي لعبه بتعتمد على التدريب. ايه طرق التدريب اللي طبعا بيستخدمها خبراء فاندس في مختلف الفئات العمريه؟ أهم عناصر التدريب وأساليب سأبدأ من السن الصغير، لأنه من المهم تأسيس الأطفال الصغار في سن مبكر. على سبيل المثال من السن الصغير يجب أن يكون الموضوع ممتع لهم، لذا في البداية نتحدث عن التأسيس البدني. لهذا نؤكد على الأساسيات، هناك أساسيات، وحتى نصل إلى هذا المستوى نود أن نلعب أو نعمل على التعليم الضمني، وهو التعليم الضمني أنك تتعلم دون أن تعرف أنك تتعلم. على سبيل المثال كنت أعمل على مدرب كرة قدم، ومن ضمن هذه الأساليب هي ركل الكرة أو اللعب بالكرة والتحرك بالكرة، وبهذه الطريقة نحب أن نلعب بطرق مختلفة، ويمكن أن تحرز أهداف عن طريق تنطيط الكرة حتى الهدف، وحتى يستطيع الأطفال أن يكتشفوا الطريقة التي يمكن أن يصلوا بها إلى الهدف، فهم يتعلمون دون أن يعرفوا أنهم يتعلمون. هم لن في السن الصغير هذا هو النموذج الأمثل لنا، وكل لعبة لها الأسلوب الخاص بها، والذي يجب أن يتمتع بالإبداع، يجب أن يكون هناك إبداع أيضا في الطريقة، وكل طفل له طرق في الحركة. قد أعلمه بطريقتي، ولكن ربما هذا الطفل لديه طريقة مختلفة تماما في التحرك في الملعب. لهذا بهذه الطريقة وطريقة التعلم الضمني هم يتعلمون ويكتشفون في أنفسهم الطريقة التي يستطيعون أن يتحركون بها بصورة أسهل بالنسبة لهم. وفي المرحلة الثانية هناك من سن 12 حتى 13 عام نذهب إلى الطرق الأكثر تقدمية. إذن كما قلت في السن المبكر نركز على التأهيل البدني وأيضا التنسيق، المرونة، الاستقرار، التوازن، وبعد ذلك نبدأ في تدريبهم أساليب جديدة ونعلمهم تقنيات جديدة وأساليب جديدة في اللعب. وفي السن بعد ذلك نحاول أن نتجنب، لأن في مصر على سبيل المثال في مصر هناك بعض المشاكل، وهي أن يتم إرهاق الأطفال في سن مبكر. على سبيل المثال يبدأون في سن 9 بتدريبات شاقة، فيتم إحراقهم إذا صح التعبير. لهذا عندما يكونوا على استعداد سنبدأ في تعليمهم التقنيات الجديدة والأساليب الجديدة، وبعد ذلك في سن 15 ستكون هناك تدريبات متخصصة أكثر حتى نستطيع بناء أبطال للأولمبياد. وأعتقد أن هذا يمكن إحرازه بسهولة، لأن لدينا الكثير من المواهب ويمكن أن نصل إلى هذا المستوى. يعني يمكن انا عايز اشير لحاجه، انه الجميل في البرنامج او اللي عاجبني في البرنامج ان انتم ممكن بتعلموا، يعني بتتعاملوا مع كل مرحله سنيه باللي يناسبها، وده الحقيقه يعني بيبقى مهم جدا، ان انت في السن الصغير انت عايز تعلمه من خلال المرح الفني، ان هو يعني يلعب وينبسط، بس بيتعلم من خلال انه يتبسط.
وحاطين في الاعتبار ان انت ما تحرقش عضله اللاعب. لا، اللاعب ده يبقى اللايف تايم بتاعه اعلى. عجبني ان انتوا دارسين كل الجوانب وكل التساؤلات اللي عندنا يعني موجوده عندكم. وهل هل هل الكلام ده يعني حتى لما جيت تطبقه في هولندا من الاعمار السنيه كان في تقبل منه وكان في مردود فعل حتى من الاعمار السنيه المختلفه في هولندا بشكل جيد؟ نعم، هذا تم قبوله بشكل جيد، لأن أولياء الأمور يشعروا بأن الأطفال يستمتعون، لأن الكل يريد الأطفال أن يستمتعوا. ونحن نرى النتائج خاصة في هولندا، هذا المنهج منتشر بشكل كبير، وأن الأشخاص يشعرون أن الأطفال يستمتعون. ولكن في نفس الوقت نستطيع أن نحرز الكثير من النتائج الهامة، ولدينا الكثير من الأمثلة الناجحة من خلال تطبيق هذا النظام، والأشخاص بدأوا يصدقون ويعترفون بهذا المنهج. لهذا الكل سعيد بهذا المنهج، خاصة لأنهم يرون الأطفال سعداء، وأن هذا أهم شيء. ربما عندنا بيقولوا كده مثل ضرب عصفورين بحجر واحد، وده يأكد اللي كنت بقوله لحضرتك من شوية، قياس الأمم المتحدة إن الطفل الهولندي أسعد طفل. حتى الرياضة التكامل ده اللي موجود ده جزء أساسي من المنظومة، وده اللي بيساعد على النجاح. حضرتك أي حد في مكانه، حتى لو أي بني آدم موظف، مش هيكون ناجح إذا كان سعيد. فأنت حضرتك النهاردة بتعامل مع أطفال، فأنت إزاي أنك أنت النهاردة منتظر منه أنه يطلع كل اللي عنده وهو أصلا مش مبسوط؟ فأهم حاجة أنه هو يكون مبسوط، ده البداية. صحيح. يكون أنه رايح التمرين النهاردة. أنا حضرتك أنا أحيانا بتشوف أطفال في حمام السباحة وبيعيط ومحدش واخد باله منه، ولا المدرب ولا الأب ولا الأم. طب أنت النهاردة منتظر أن من ده هيكون سباح؟ هل منتظر من ده ان هو في يوم من الايام هيحب الرياضه اصلا؟ لا، ما ينفعش. ما ينفعش احط الولد في قدامي ويعيط واقول لا معلش هو بيتدلع. لا، هو مش بيتدلع. لا، احنا عايزين نشوف هو بيحب ايه. صح. مش احنا عايزين منه ايه. وده فرق كبير جدا. لا، ده انا عايز بقى اروح لحته ثانيه. اتفضل حضرتك اللي فتحتها. معلش سيبني بقى. دلوقتي اولياء الامور عندهم تساؤل مهم جدا. تمام. انا العب ابني انهي رياضه؟ التساؤل ده اللي حتى انا على المستوى الشخصي ممكن يقابلني. انا ابني عايز العبه رياضه، بس مش عارف احطه ايه الرياضه اللي تناسبه. برنامج فاندز ممكن يساعدنا ازاي في ده؟ طب نرجع بقى للدراسه اللي كنا بنتكلم عنها من شويه، المخرجات بتاعه الدراسه، وده المراحل بتاعه تنفيذ المشروع. احنا بنبدا مع الولاد من عمر 5 سنين لسبع سنين على حاجه اسمها بيزك موفمنت سكيلز، اللي هي اساسيات الجهاز الحركي. ان كل طفل عشان يتحرك ويلعب في اساسيات عنده من بالانس، كوردينيشن، ستابيليتي، لازم تكون موجوده عنه. فانا النهارده ما ينفعش ان انا احط ابني او بنتي في لعبه وهو ما عندوش الاساسيات ديت، لان المردود بتاعها ان هو هيجي في سن معين هيصاب، وهيصاب والاصابه دي هتكرر فهيسيب الرياضه وهيحبط. فده بننفذه ازاي؟ احنا بناخد الولاد في العمر ده وبنعمل لهم اختبارات وقياسات على أساسيات الجهاز الحركي لكل طفل على حدة. الجهاز الحركي. أساسيات الجهاز الحركي. طيب مخرجات القياسات ديت عبارة عن تقرير بتقول نقاط القوة والنقاط اللي الطفل متميز فيها والنقاط اللي الطفل محتاجين نشتغل عليها في الفترة الجاية. فبنترجم التقرير ده إلى خطة تدريبية للطفل. وزي ما كان بيقول ساتيا من شوية، أنت بتعلمه من غير ما بتقول له أن أنا بعلمك. أنا ما بقولش الطفل ان هو انت وحش في حاجه، لان طبعا السيستم الهولندي مبني على التطوير مش على الاختيار. انت طويل روح كذا، انت قصير روح كذا، ابدا. ما ينفعش اختار. ما ينفعش اختار في السن ده خالص. ما ينفعش افرض اي أطور اختيار. اطور كل الولاد بيزكس وكل الولاد كل الولاد كل وبعد كده هيبان مع الوقت. بالظبط كده. واجي بعد كده، ما انا النهارده قست واشتغلت معاه 6 شهور، طب انا عايز اشوف نتيجه شغلي معاه ده بعد 6 شهور. فاحنا بنكرر القياسات ديت كل 6 شهور، والقياسات دي هنوريها كمان شويه باجهزه تكنولوجي الفيري اكوريت، انك انت الارقام اللي انت موجود قدامك ديت تقدر تقول فعلا الطفل ده اتحسن بنسبه قد ايه في الميه هنا، واتحسن هنا بنسبه قد ايه في الميه. وبتكرر ده كل 6 شهور وبتشوف تطور الجهاز الحركي لابنك او بنتك في العمر ده. فديت اول مرحله، ودي المرحله
اللي الدراسة أثبتت إنك أنت عايزها، مش بس زي ما كنا بنقول عشان ربنا يديهم الصحة المتوسط العمر اللي فوق ال 80 ده، وإن هو عايز 67 سنة عايز يبقى شاب. صحيح. عشان يبقى راجل برودكتيف. لا، ما أنت كمان بتحافظ عليه على صحته فيما بعد. أنت مش عايز إن هو في سن ال 50 سنة يجي يقول أصل ظهري بيوجعني ورجلي بتوجعني، فأنت كمان بتحافظ على صحة الإنسان. وأعتقد إحنا كآباء كلنا وأولادنا إحنا أهم حاجة صحة أولادنا. صحيح. فأنا بساعدهم دلوقتي إن هو ينمو صح. وفي المرحلة ديت أنا عايزه يلعب ويحب اللعب زي ما كان ساتيا بيقول كده، مش لسه ما وصلناش لمرحلة الرياضة، هو بيلعب. طيب بعد كده بنيجي المرحلة التانية اللي هي من 7 لـ10 سنين، السؤال اللي حضرتك بتسأله اللي هي السبورت كومباس أو البوصلة الرياضية. ده عبارة عن إيه؟ في مرحلة البوصلة الرياضية أنا عايز أعرف 3 حاجات. عايز أعرف، إحنا بنقول I like, I do, I am. I like أنا بحب إيه؟ بحبه. لازم اول حاجه اعرف هو بيحب ايه اصلا. ففي الساينتست في هولندا عاملين ابلكيشن بانيميشن شكلها لطيف وظريف جدا تناسب كل الاعمار. الطفل بيبدا يجاوب على عدد من الاسئله بشكل فاني جدا. هو بيحب يلعب بره، بيقول لي بيحب يلعب جوه، تعرف منه هو حابب ممكن ايه اللي يناسبه. هو بيلعب، بيحب يلعب لوحده ولا يلعب مع فريق، بيحب تو كلايم ولا يجري. كلها اسئله منحصره في النشاط اللي الطفل بيحبه. ده اول حاجه لازم اعرفها الاول من الطفل. بعد كده اي دو هو انا بعمل ايه. انا دلوقتي بلعب باسكت او بلعب كاس او بلعب كاس. طيب اوكي، هو بيعمل ايه في الباسكت ده؟ هل هو هو متميز في الباسكت ده، واخد حاجه معينه في بوزيشن تكنيك معين؟ فانا عايز اعرف هو بيعمل دلوقتي في الباسكت. وبعد كده ايام انا بقيت خلاص انا دلوقتي ايه الجزء البدني بتاعي. طيب الثلاث تقارير دولت جنب بعض بيطلع منهم تقرير واحد يقول للنادي او للمدرب او لولي الامر ديت الرياضات، 7 رياضات، اهم 7 رياضات ممكن ابنك او بنتك يختار منها، ويفضل وهنيجي لها بعدين يختار على الاقل رياضتين متضاربتين ما لهمش علاقه ببعض. يعني ياخد سباحه وياخد حاجه في الكوره عشان يشغل كل الجهاز الحركي بتاعته. طيب البروسيس ده، وطبعا مع التقرير ده في التقرير البدني اللي بيقول العناصر اللي عند الطفل محتاجة نشتغل عليها في الفترة الجاية، وبنترجم ده تاني لجرعات تأهيل للطفل في شكل مجموعات بشكل فن يكون مبسوط عشان أحسن أداء الجهاز الحركي عنده أكتر وأكتر. وأكرر طول الوقت القياسات ديت كل 6 شهور وأشوف مراحل النمو. وهنا بقى تيجي المرحلة التالتة اللي احنا كلنا مستنيينها اللي هو يثبت في لعبة مين فيهم بطل ومين هيتخصص. صحيح. طيب انا بقى دلوقتي عندي هيستوري. طب استاذنك يا دكتور، احنا لازم نطلع فاصل. طب بس احنا كده تمام، وقفنا عند المرحله الثالثه اللي فيها بقى نبتدي نختار. وكمان عايز اعرف من حضرتك مين في هولندا من النجوم تمام اللي خرج من برنامج زي ده. بس لازم قبل ما اطلع فاصل اشكر طبعا ساتيا على وجودك معانا، وتشرفنا بيك وتشرفنا بالعلم اللي عندك. يعني أشكرك شكرا جزيلا، كنت سعيد للغاية أن أكون معكم وأن أشارككم في رأيي حول هذا المشروع. أعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل، طبعا دكتور محمد مكمل معنا وهنرحب بعد الفاصل بطبعا أحد أخصائي أو أحد مسؤولين الشركة ستيفن، ولكن بعد الفاصل. هو الحقيقة طبعا احنا وقعنا الأسبوع اللي فات التعاقد مع مؤسسة فاونديز الهولندية اللي بتديرها أمستردام كلينيك. الموضوع ببساطة زي ما شرحناه قبل كده هو اكتشاف المواهب في سن مبكر وكيفية تنمية المهارات بتاعتها. طبعا احنا أول ما نبتدي يعني ماشيين في أكتر من اتجاه. اتجاه الأولاني الناس الفنيين اللي هم موجودين داخل النادي مقسومين ما بين الأكاديميات وبين الفرق الرياضية. فاحنا بدينا بالفعل الفنيين الخاصين بالأكاديميات، خدنا الألعاب الجماعية النهاردة السلة والطائرة واليد زي ما حضرتك قلتي منفصل لكل لعبة. بنشرح البرنامج وكيفية تطبيقه على الأرض، اللي هو بعد كده بننتقل للحاجة التانية ان احنا هناخد الناس فنيين بتوعة الفرق، وبعد كده يعني نشوف الشريحة التانية في البرنامج هي بالطبع أولياء الأمور.
هيتم ندوات بالنسبه لاولياء الامور لشرح البرنامج اللي بنأمل باذن الله انه يجيب نتائج جيده. يعني اكيد احنا بنستهدف الشراكه اللي ما بيننا وما بين فاونديس الانتشار داخل ربوع مصر كلها، يعني من الصعيد لغايه البحر الابيض المتوسط، وفي نفس الوقت الانطلاقه افريقيا وعربيا، والانطلاقه دي هتكون من داخل النادي الاهلي، ولكن بعد كده هننتشر باذن الله. هو اهم حاجه شرح البرنامج والستبس بتاعته او الخطوات بتاعته ازاي بتتم. بنشرح للناس ان اول حاجه بيحصل في تيست، يعني ده جانب فني. لو اعلاميا اتكلمنا قبل كده ساعه توقيع العقد، لكن دلوقتي احنا بناخد الجانب الفني. الجانب الفني معنى ايه؟ اول حاجه ايه اللي هيحصل، بعد كده الخطوه اللي بعديها ايه، الخطوه الثالثه ايه، الخطوه الرابعه ايه، هم اربع خطوات بالتفصيل، ودور الناس الفنيين في هذا البرنامج ايه. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنرحب بضيفنا اللي نورنا في الاستوديو بعد الفاصل، واحد ممثلي الشركه او برنامج فاندز. برحب بستيفان ريمنز اخصائي القياسات واعاده التاهيل واصابات الملاعب. برحب بك ستيفان في قناه النادي الاهلي. انجريز اهلا بكم واشكركم شكرا جزيلا على استضافتي. يمكن هبتدي معاك ستيفان طبعا من يعني من انت يعني في مركز هيتعمل في النادي الاهلي للقياسات الالكترونيه، والمركز ده سيتم انشاؤه، فكيف هتعمله ازاي، او كيف يكون الاداء في مقارنه المشاركين بعضهم ببعض، وازاي هتحددوا من النتائج دي اسلوب العمل داخل البرنامج؟ نعم، هذا سؤال جيد للغاية. لدينا نظام يمكن أن نجمع من خلاله البيانات من خلال المشاركين الذين سيشاركون في هذا النظام وهذا البرنامج. سنقوم بتجميع هذه البيانات وأيضا أين تقع هذه البيانات، وعندما نقوم بجمع هذه البيانات سنقوم بمقارنة ليس فقط ضمن المجموعة ولكن أيضا على المستوى العالمي كيف يؤدي هؤلاء اللاعبين. لهذا سنستطيع أن نقول أن هذا اللاعب يمكن أن يلعب هذه اللعبة ونوجهه بالطريقة المثلى لهم، وأن نستطيع أن نساعده في اتخاذ هذه القرارات مع الإدارة. طيب احنا اي برنامج او اي شغل او بيتعمل في مجال الرياضه محتاج داتابيز، محتاج يبقى انت عامل او لكل ناشئ عندك فايل معين بتقدر من خلاله تتابعه، بتبقى كل فتره بتعمل القياسات دي عشان تقدر تقارن بالسابق، القياسات السابقه ليها، وتشوف تطوره في انهي اتجاه كان اكتر. يعني عندكم استعداد لغايه عدد قد ايه، او يعني هل هتعملوا على شكل سامبل مثلا او عينات، ولا هتشتغلوا مع عدد كبير من الناشئين والناشئات في النادي الاهلي؟ نعم، سنلعب أو سنعمل مع مجموعة كبيرة، معينة كبيرة. سنبدأ من السن الصغير 5 سنوات كما قال دكتور محمد، سنعمل على الأساسيات الجهاز الحركي حتى سن 18 فيما بعد، وسنرى هناك أيضا معايير ومقاييس، ربما 4 خطوات في هذا البرنامج، وسنقيس هذه المخرجات من هذه قاعدة البيانات، وسنستطيع أن نقيس كيف هذا اللاعب يؤدي وأداؤه، وكيف يمكن أن نطوره، وكيف يلعب وكيف يؤدي في الفريق، ونحاول أن نختبر ربما كل مجموعة أشهر، وأيضا الأهداف الذي يحرزونها في الفريق. قد ربما نستطيع، لأن القياسات مرنة للغاية، سنستطيع أن نقارن من خلالها الكثير من النتائج. طيب هل من خلال ورش العمل اللي انتوا يعني اشتغلتوا خلال امبارح، كان عندكم يوم الجمعة على ما اتذكر، أول امبارح كان في ورشة عمل في النادي الأهلي، قعدتوا يمكن 2 ساعة مع المدربين وأولياء الأمور، واحتكيت مع المنظومة الرياضية جوه النادي الأهلي، هل حسيت بترحاب وشغف للتعلم والاندماج في هذا البرنامج من اللي انت اتعاملت معاهم داخل النادي الأهلي؟
Yeah, absolutely. بالتأكيد لست أنا فقط أنا سعيد للغاية ومتحمس للغاية وكل المجموعة لأني شعرت بالحماس تقابلت مع مدربين كرة السلة وكرة اليد وشرحنا لهم النظام والخطوات الإرشادية التي نعمل وأيضا الكثير من المدربين والموضوع كان هناك دليل إرشادي يمكن أن ننقله إلى المشاركين وهناك أيضا حماس حتى نبدأ البرنامج ونرى نلتمس الإحباطات وكيف يمكن أن نتعامل مع كل مشكلة على حدة ونتعامل أيضا مع أولياء الأمور على سبيل المثال نريد أن نعمل جميعا وأعتقد أن لدينا فرصة جيدة للغاية لإنجاح هذا البرنامج ليس فقط فندس هي السعيدة ولكن أعتقد النادي الأهلي أيضا وإحنا عندنا الثقة إن شاء الله أن أكيد البرنامج ده يعني هيبقى ليه مردود كبير جوه النادي الأهلي وبالتالي هيكون ليه مردود على الرياضة المصرية يمكن أجي لك يا دكتور كنا بنتكلم عن الجزء الثالث أو المرحلة الثالثة بقى من إعداد الطفل أو النشأ ووجهه للرياضة الصحيحة ومعليش كنت قطعت حضرتك قبل الفاصل أستاذن حضرتك لو تقول لنا المرحلة الثالثة طيب إحنا دلوقتي أسسنا القاعدة الكبيرة أسسنا كل أولاد النادي الأهلي أسسنا أتمنى 21 مليون اللي هم من 4 ل 12 سنة أسسناهم كلهم صح وساعدناهم على اختيار الرياضة المناسبة ممتاز فإحنا دلوقتي بقى عندنا قاعدة كبيرة جدا من ولاد القياسات المختلفة حددت وقالت إيه الرياضة اللي الطفل بيحبها وتناسبه واللي تخصص فيها واللي أثبت نجاحات فيها واللي حضرتك قلت في الاول مشكورا بيحبها هو بيحبها ده اهم حاجه في الموضوع طيب من القاعده ديت هنبدا الاكتشاف المبكر للمواهب دي النقطه المهمه بقى انت بتاخد الهرم انت طالع من تحت لفوق وعمال توصل لكتب الهرم لحد كده توصل للبطل للبطل طيب انا عايز اشوف الاكتشاف المبكر ده مهم جدا لان انا عندي انديكيتورز دلوقتي معينه مؤشرات بتقول ان الطفل ده في اللعبه دي بيتميز ماشي. ست شهور كل ست شهور كل ست شهور طب اسف انا انا بقطعك لان كل معلومه فضل. انا عايز طب بالنسبه للالعاب ما حضرتك لازم عندك قياسات النشأ وعندك الناحيه الثانيه الالعاب عايزه ايه؟ يعني السله عايزه لعيب مواصفاته ايه؟ عندك زي اسطمبه تمام بتقيس عليها عندك اسطمبات للالعاب المختلفه؟ في نوعين في ثلاث انواع من الاختبارات في اختبارات اللي هي العامه اللي لازم تتوفر في كل رياضي تمام كل رياضي حلو جدا وهناك اختبارات بنسميها سبورت سبيسيفيك خصوصا للرياضه للرياضه وفي اختبارات للبطل بقى يعني انا مش بس بختبره برافو. هو ينفع معايا في الباسكت ولا ينفعش في الباسكت لا ده انا باجي في مرحله بعد كده عايزه بطل فليه اختبارات تانية خالص طيب في مرحله اللي هي الاكتشاف المبكر للمواهب ديت ودي مرحله يعني حساسه جدا لانك انت حضرتك النهارده الوضع الحالي انت بتفتح المجال للناشئين والفرق وتقول انا هفتح من كذا لكذا واقفل طب باقي الولاد اللي بره المنظومه دولت مين قال ان هم ما ينفعوش ده احنا خدنا بس لقطه معينه من دلوقتي وقلنا ما ينفعوش على الرغم انا عندي في السيستم لو انا عندي ال 10000 دولت واخترت في اول مرحله 1000 وقلت دولت هم ال 1000 دولت اللي بوتنشالي هيكونوا مميزين بروميسنج ان هم يكونوا مميزين مع تكرار الاختبارات كل ست شهور بزود الألف دول كمان ألف وكمان ألف وكمان ألف لأن الولاد دولت بينمو وانت اشتغلت على تطويرهم بالظبط كده حضرتك بالظبط تماما كده فالسيركل بتاع التطوير مستمر ولكن الانبوت الداخل بتاعه كمان مستمر فمرحلة اكتشاف المواهب ما بتقفش قبل سن ال 15 سنه فانا بفضل مع الولاد في من سن مفقدش الامل بالرغم ان الدراسات مودياني في دايركشن بس ممكن في سنه الدنيا تسواب بالظبط وده قدامنا عندنا التجارب بتحصل كده فانا النهارده والطفل النهارده اللي قدامي ده او اللاعب اللي قدامي ده ما ينفعش ان انا اديله فرصه واحده نعم لان ممكن يكون في عناصر او عوامل معينه مخليه دلوقتي ما اداش احسن حاجه عنده ولكن انا عندي قياسات اخرى بجانب القياس الفني وعين المدرب اللي هو شايف مهارات معينه بس بقى ممكن في حاجات بتعوقه عن ان هو يؤدي المهارات ديت فانا بقدر اساعده من خلال المنظومه ديت ان انا اقدر اغذي الناشئين واغذي الفرق ديت كل ست شهور بجديد طيب بعد مرحله اكتشاف المواهب تيجي بقى المرحله اللي هي تبني البطل صناعه البطل انك انت التنميه
تنمية المواهب دي والتنمية المتكاملة. التنمية المتكاملة ديت هي فيها شق فني، فيها شق بدني، شخصيته، نفسي، شخصيته، منتاليتي بتاعته. وخلي بقى حضرتك، واحنا واخدينه معانا من الأول كنا بنقول عايزين يلعب أكتر من رياضة. أنا مش بس نميت الجزء البدني بتاعه عشان هو لعب أكتر من رياضة، ولكن زي ما حضرتك بتقول كده نميت شخصيته. لأن النهاردة الولد اللي بيسبح النهاردة ساعتين في السويمينج ده بيبقى عنده قوة تحمل وإرادة، واحد قاعد ساعتين متحدي نفسه، قاعد في المية ساعتين بالزبط. وبابا ومامته قاعد برا والمدرب عمال يزعقله ورايح جاي ساعتين. طب ده بتربي في حاجة. طب على المقابل الولد التاني اللي بيلعب باسكت أو بيلعب أي لعبة جماعية، في بادي كونتاكت وزق وبتاع وأجسام أكبر منه بيلعب معاه، ففي جزء تاني من شخصيته بيتطور، وتيم وورك وإن أنا إزاي أتعامل وأتفاعل مع النجاحات والإحباطات كشخص وكفريق. ما احنا كمان كفريق مره بنكسب ومره بنتغلب. وانا مستر ممكن انزل على ماتش حلو، ممكن على ماتش كويس، فازاي احنا كفريق نتعامل مع ده وازاي نتفاعل مع ده. فده طبعا انت بتنمي شخصيته. يعني انت حضرتك النهارده مش عايز بس تطلع ابطال رياضه، انت عايز تطلع ابطال للمجتمع، انسان سوي. دي اهم 100 مره كمان. انسان سوي في المجتمع، راح في اي دايركشن فهو انسان سوي، انسان سوي. فكل ده سوي صحيا وشخصيه وكل حاجه. طب عشان اساعده لده انا لازم اسسه صح، احطه في منظومه مظبوطه. والمنظومه دي مش احنا بس، مش فندس بس، لا ده المنظومه اللي حوالينا كلها، الاولياء الامور، المدربين، الإدارة، الإدارة التنفيذية، كل ما هو معني، الإعلام. حضرتك ما تنساش دوركم طبعاً. هام جدا جدا طبعاً. جدا في ان احنا النهارده لما نغير فكر الناس بالظبط، ان يتعاونوا ويبقى اولياء الامور واللعيبه تحس ان هو ده العلم وده الطريق الجديد اللي لازم يمشوا فيه. مظبوط. لان النهارده حضرتك بتشوف ان في زي ما كان ستيفن بيقول شويه فرستريشنز، فرستريشن من اولياء الامور ان هو مصمم ان ابنه يلعب اللعبه دي. والمدرب اللي هو فرستريتد، هو شايف ان الولد ده او البنت ده ما ينفعش للعبه ديت. فاحنا هنا في كونفليكت، اللي بيدفع ثمن الولد، الولد صح. طب ده مش عايزينه، انتوا هنا عشان تساعدونا في الحته دي. وخليني برضو في حته مهمه جدا لازم اروح لستيفن. ستيفن، اصابات الملاعب هو صداع في دماغ اللاعبين، خاصه في السن الصغير اللي هو تارجت ليكو، بيبقى صداع كبير جدا وقلقانين من الاصابات في الملاعب. ازاي برنامج فاندس يقدر يدينا بريفنتيف بروجرام او يعني وقائي، برنامج وقائي للاصابه او عدم او تجنب الاصابه قدر الاستطاعه، ازاي تقدر تساعدونا في ده؟ نعم بالتاكيد الاصابات هي مشكله كبيره جدا واضاعت الكثير من الفرص في المنافسات وأضاعت الكثير من التمويل وما إلى ذلك. لهذا نريد أن نحتفظ باللاعب في الملعب أكبر قدر ممكن بصحة جيدة. ومن هناك بعض الأمور التي رأينا يمكن تطبيقها بصورة حرفية وبصورة صحيحة. نحن نستطيع أو استطعنا أن نرسم بعض البرامج التي يمكن تطبيقها، التدريب بكفاءة وليس بالكمية، النظر في الإصابات الممكنة، رصد هذه الأمور بصورة مبكرة وفي مراحل مبكرة قد يكون مفيد إلى الجميع. يمكن رصد الكثير من الإصابات في مراحل مبكرة، لدينا طرق لمسح هذه الإصابات ونستطيع أن نحتفظ بلعب أكبر قدر ممكن ونحافظ على سلامته البدنية. وكما قال الدكتور محمد، نحن الآن نستطيع أن نحرز مستويات عالية جدا على المستوى العالمي وعلى مستويات عالية في المجتمع، وأن ندعم الثقافة الصحية والبدنية. وعلى المستوى أيضا منع هذه الإصابات يمكن أن نحرز ذلك. طب ستيفن، لو فرضا الإصابة وقعت خلاص، يعني لاعب أصيب، إزاي البرنامج بيتابعه خلال اصابته؟ يعني لو احنا عندنا اصابه، لعيب اتعرض لاي نوع من الاصابه، يعني مش عايزين نمنشن اصابه معينه، ولكن البرنامج هو كده بقى بره البرنامج لانه البرنامج بيقيس قياسات. طب ازاي هتقدر تتابعه وهو خارج البرنامج عشان الاصابه؟
Yes, we can follow them. نعم يمكن أن نتابعهم بصورة متكاملة. نحن نحاول أن نوفق الأوضاع البرنامج حتى نستطيع أن نضمنهم داخل البرنامج. على سبيل المثال مشاكل الكاحل هي من الإصابات المعتادة كثيرا في كرة القدم. على سبيل المثال نقلل من مستويات التدريب على مستوى الأسبوع، المشاركة الأقل، وأعتقد أن الأهل يطبق ذلك. هناك الكثير من التوصيات التي يمكن أن نطبقها في هذا المجال، ولكن يمكن أيضا أن يشاركوا ضمن برنامج فندس ونوفق لهم برنامج يمكن أن يتم وضعه وفقا لحالتهم. وأيضا هناك بعض التدريبات التي يمكن أن يقومون بها في المنزل، ويمكن أن يشاركوا أيضا حتى يستطيعوا العودة مرة أخرى. طيب أنا عايز أتكلم عن الناحية النفسية. اللعيبة أو النشأ يمكن بيمروا بمراحل نفسية متغيرة كتير جدا، وممكن يقابلوا إحباطات خلال المنافسات، ممكن يقابلوا ماتش يخسروه، موقف يخليه يحبط. إزاي بتصلحوا ده أو إزاي تعالجوه، وإزاي في نفس الوقت تديله الموتيفيشن أو الدافع إنه يتغلب على ده وإن هو يوصل لهدفه إن يبقى في الأيام لعيب بطل؟ نعم هذا مهم للغاية، لأن المشاكل يجب أن نؤكد أن الخسارة ليست معناها أنك خاسر، لأن يجب أن يكون هناك حافز أنك يمكن أن تفعل المزيد ويمكن أن تحقق الأفضل. نحلل الموضوع، لماذا خسرت، ونعمل على نقاط الضعف التي حدثت والمشاكل التي حدثت. يجب أن يكون هناك بيئة داعمة، يجب أن لا نأخذه من هذا الأداء ونتعامل مع نقاط الضعف والسلبيات التي وقعت ونتعامل معها وكيف يمكن أن نعالجها. يجب أن لا نيأس، يجب أن نؤكد له أنه لا يجب أن تيأس، يجب أن يكون هناك حافز دائما. ولكن المسألة ليست بطولة، ولكن ما الذي يمكن أن تستفيد منه من خلال الخسارة وأن تعمل ضمن الفريق. ممكن أضيف حاجة على النقطة دي. كان لنا تجربة جميلة قوي في بداية أول مرة كنا بنعمل قياسات لأولاد بيمثلوا مصر بيلعبوا في منتخبات ألعاب فردية وألعاب جماعية وبيلعبوا على المستوى الإفريقي ومستوى الدولي بدون ذكر أسماء، يعني منهم ناس بعد كده هم رقم واحد في لعبة معينة السكواش. ودي حد معروف جدا، نور الشربيني معانا. طيب احنا عملنا القياسات ديت ل 67 لاعب، كانت اول مره نعمل قياسات هنا في مصر للولاد دول. سنه كام يا دكتور؟ الكلام ده كان في 2017. ممتاز، يعني كان في 6 سنين. فالنهارده الشربيني كانت صغيره. فلما كنا عملنا القياسات ديت، احنا في هولندا عشان اللاعب يسجل في اللجنه الاولمبيه لازم يجيب سكور معين، يعني في القياسات دي يعني 80% بلس. يعني القياسات دي اساس لتسجيل اللاعب في اللجنه الاولمبيه. هو متسجل بس عشان يمثل الدوله الهولنديه بعد كده لازم يعمل سكور معين. العلم عشان الدراسه دي والبرنامج ده عشان ما نستفادش بيه. لا لازم يبقى ده نقط من نقط التقييم عشان اللاعب يبقى اولمبي. بالظبط كده، ما عشان انت بتصرف عليه كدوله، انت رايح يمثل علم دولته. معلش مع احترامي طبعا هو التمثيل المشرف ماشي، بس مش هناخد منه حاجه التمثيل المشرف. عايزين ميداليات شويه. بالظبط. وعندنا اولاد. انت حضرتك المشكله دايما لما تشوف الولاد بيجوا لنا مثلا باصابات معينه بيقول لك انا محقق على الافريقي الاول ومحقق كذا ومحقق كذا. طب الولاد اللي بيحققوا على المستوى الافريقي وهم لسه اشبال بيروحوا فين؟ العمر الرياضي ده بتاعهم ليه مش طويل؟ فالأسئلة ديت لازم نطرحها على نفسنا وإحنا نقدر نقدم لها الحلول. فلما طلعنا نتيجة القياسات رجوعا للإحباط ده بتاعت الولاد ال 67 واحد دولت، فطبعا كلهم كانوا محبطين أما كانوا بيسمعوا النتيجة السكور بتاعه ضعيف فبيبقى محبط. فرجوعا للنقطة ديت والسؤال اللي حضرتك بتطرحه ده، فكنت دايما بقول لهم خلي بالك اللي يزعل المنافس بتاعك. أنت بطل بظروفك دي. يلا عليك يا دكتور، انت بالدرجات دي بطل. بطل ما بالك بقى لما درجاتك تتحسن هتروح فين؟ فاللي يقلق بص للحاجه النيجاتيف مش الحاجه البوزيتيف مش النيجاتيف. اللي يقلق المنافس بتاعك. برافو. ده انت قدامه بالشكل ده وبطل،
طب ما بالك بقى لو احنا صلحنا ده، لان برضو في نقطه خطيره جدا. لقيت استجابه؟ اه طبعا، مع نور الشربيني دي بطله العالم، كان عندها يعني حاجه سبب معينه وبعد كده كملت بالشكل اللي ما شاء الله عليها، ما شاء الله مشرفه البلد كلها، مصر كلها، وحاجه صوره مشرفه جدا ما شاء الله، ودي مثال لاولاد كتير. وحضرتك شايف لعبه الاسكواش ازاي مصر بتتميز فيها بالشكل ده طبعا. صحيح. فعندك النهارده خبره يعني عظيمه دلوقتي. طب فانا دايما مش عايز ابص على النص الفاضي من الكوبايه، عايز ابص على النص المليان. فبتقعد الاحباطات حتى من اولياء الامور او المدربين او مش عايزين نتكلم في ده، عايزين نتكلم نقدم حلول. طب هتحتاجوا تعملوا دراسات لاولياء الامور وتعملوا توجيه لاولياء الامور، لان ساعات اولياء الامر بدون ما يشعر وحبا في ابنه بيجيب ابنه ورا. مظبوط، وده مهم جدا، ده في البرنامج متغطي كمان يا دكتور. انا هو طبعا هي فيها شقين، خلاص فيها الشق العلمي اللي ما ينفعش انا وحضرتك نختلف عليه، اللي هو الشق العلمي اللي هو ايه، ان انا لما اجي اقول لحضرتك، حضرتك بتقول لي ابني انا عايزه يلعب اللعبه الفلانيه دي جايه للمدرب، وابني هيبقى بطل في اللعبه دي، والمدرب مش مقتنع باللي حضرتك بتقوله، والعلم بيقول لا. طب انا طلعت اول نتيجه في اول 6 شهور، بقول لحضرتك النتيجه بتاعته اهي. طيب الست شهور حضرتك هتصمم هتخليه برضو يلعب اللعبه دي، هنطوره وهنلاقي فيه شق بيتطور بدني، ولكن في نفس الوقت في اللعبه لسه ما بتطورش. وانا قايل لحضرتك المره اللي فاتت، من 6 شهور اللي فاتوا، بقول لك دلوقتي خلي بالك ابنك ممكن في اللعبه دي بيبين جدا من التقارير وممكن يبقى احسن فيها. خلي بالك انت مش بس ما بتشجعوش ان هو ينجح في اللعبه دي، انت بتضيع عليه فرصه لرياضه ثانيه. بتضيع عمره. بتضيع عليه فرصه في رياضه ثانيه. فانت ممكن بتحرق بطل في ناحيه وبتتخانق على حاجه مش بتاعته. وهو المفروض توديه اتجاه ثاني. فالاساس العلمي ده لو احنا استخدمناه انا اعتقد مع الوقت الثقافه تتغير. فده شق. الشق التاني اللي انا بعتقد كمان كاولياء امور هيهمهم جدا، سعاده ابني او بنتي. ما انا النهارده لو كلمته باللغه دي، هل انا النهارده هو سعيد وهو بيلعب اللعبه دي بالظبط، هذا هكون بهذا الجفاء والعند وانا عايز مصلحه ابني او بنتي واوديه في اتجاه هو مش هينفع معاه؟ لا اكيد. يبقى انت كده بتوديه في حته ثانيه. فانا اعتقد مع الوقت يعني الناس اللي بتتخوف يعني احيانا، بس اقول لك انت عارف يا دكتور ده بيحصل. انا برضو ولي امر وهقول لحضرتك بكل امانه، بيحصل انه ما لقاش اللي يهديه. ايوه. اللي ياخد بايده ويقول له يعني الكلام ده ما فيش ولي امر هتكلمه كده ويعاند. مستحيل. ليه؟ لان انت بتقول له انا بقول انا جاي لك من المستقبل. صحيح. مش مستقبل، انا مش حضرتك مش بتنجم. صح. حضرتك بالعلم. صح. تقول انا جاي لك من المستقبل بالعلم ان لا خد بالك انت هنا احسن لك تمشي في ده. طب كلمني عن نماذج هولنديه نجحت في البرنامج ده من صغرها وبقت نجوم، بس خلينا في كره القدم مثلا يا دكتور، هل في نجوم او حد مشي خلال البرنامج ده وصل لحاجه او وكنتوا انتوا متبنيين ده ليه من صغير او متوقعينه؟ انا عايز اصلح الحته بتاعت عايزين امثله اشخاص، لان امثله اشخاص ما بتبنيش مجتمع رياضي. النتيجه المجمعه للدوله النهارده، مفيش دوله في الدنيا ولا دولة هولندا ينفع تنجح في كل الرياضات. صح. ولا في نادي في الدنيا ينفع يقول أنا عايز أتخصص في كل الرياضات. صحيح. فمش المهم أنت عايز إيه كدولة وعايز إيه كنادي، لا أنت بتسأل السؤال بالشكل المقلوب. بالعكس. أنا إمكانيات الولاد اللي عندي، يعني النهاردة لو عملت قياسات ل 20,000 طفل اللي موجودين في النادي الأهلي، وبقى قدامي نتيجة القياسات بتاعة البوصلة الرياضية وبتقول لي أول 3 رياضات يستحوذوا على 60% من اهتمام الولاد، هم دول الـ3 رياضات. أنا كمجلس إدارة وكراجل مسؤول هبدأ أفكر أقول لأ، يعني أنا عندي مشروع أبطال في خلال السنين الجاية، هبدأ أستثمر في الألعاب دي، هبدأ أوجه استثماراتي. بنية تحتية. بنية تحتية. توفير بقى ملاعب. مدربين. مدربين، وابتدي أجهز، لأن أنا شايف إن أنا رايح في الـ3 لعبات دي في حتة تانية. في حتة تانية. عايش تروح في كله دور، اعمل سكان أكبر، اعمل قاعدة أكبر. بس عندك داتا تساعدك إنك أنت تتخذ القرار. تشوف المستقبل إيه. وتشوف إيه الرياضات الجماعية والفردية اللي أنا أصرف عليها وأنا مطمن. واسيب في نادي تاني عنده العاب تانية او دوله تانية متميزه في العاب تانية، لان في كل دوله متميزه في العاب. فانا ما اروحش انافس في حته انا. صحيح. العلم بيقول لي مش بتاعتك. صحيح. خلاص. دكتور الوقت مر سريعا الحقيقه، انا بشكرك ونورتني وشرفتني، ويعني استفدنا من علمك كتير دكتور محمد زغلول، طبعا رئيس مجلس اداره شركه كلينيك، طبعا امستردام كلينيك. بشكرك ونورتني وشرفتني يا دكتور. اشكرك كده كابتن هيثم، ونتمنى ان شاء الله رب العالمين ان احنا نشارك حضرتك ونشارك الساده المشاركين المشاهدين في النتائج ان شاء الله اللي هتحققها مع النادي الاهلي، وان احنا نوري للناس نجاح التجربه ديت ان شاء الله رب العالمين في الوقت القادم. اشكرك جدا يا كابتن. مستر ستيفن انا بشكرك، نورتني وشرفتني في قناه الاهلي.
أشكرك شكرا جزيلا على استضافتي. شكرا. أعزائي المشاهدين، دي كان حلقتنا النهاردة عن البرنامج والشراكة الكبيرة مع النادي الأهلي، ونتمنى بعد فترة إن شاء الله هنعمل فولو أب ومتابعة لهذا البرنامج. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعة، وإلى حلقة جديدة من الأبطال.